شفتوا معانا تفاصيل كتير جدا ومكالمه نجم خالد صالح وتفاصيل اكتر واكتر. بيبقى معانا فقره مخبرنا السري القوي جدا يونس. يونس ازيك؟ ازيك يا مان؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. انت طيب؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. مختفي فين؟ والله انا عارف ان انا ما طلعتش بقالي كتير طبعا، والناس نفسها ان انا اجيب لهم اخبار، بس كل اللي هقوله لك ان طبعا انت عارفه الايام اللي فاتت هابي نيو يير بقى وحفلات كتير وبتاع. فانا امبارح كنت سهران في احدى المراكب الجامده جدا في مصر، طبعا مش هقول اسمها عشان الاعلانات والحاجات دي. ايوه. وفجاه بس قول لي بعد ما نخلص الحلقه. فجاه لقيت قدامي هيفاء وهبي. فطبعا ما صدقتش نفسي. عرفت منها بقى بمصادر الخاصه طبعا، لان حدش يقدر يعرف ده، ان فيلمها الجديد مش هيبقى من تاليف محمد حفظي. ده كل الجرايد كتبت ان هو من تاليف محمد حفظي. مش هيبقى من تاليف محمد حفظي نهائيا. وهيبقى من تاليف حد جديد ومع مخرج مشهور جدا مصري، بس هي قالت لي عشان خاطر يونس ما تقولش نهائيا مين هو المخرج. طب المخرج مصري ولا لبناني؟ مصري، وحد ايه يعني عمل 100 فيلم قبل كده حلوين جدا واحنا بنعزه جدا، بس هي منبهه عليا ما اقولش. هبقول لك بعد الحلقه بقى، مش هقول لك دلوقتي. اوكي، وانا وعدتكم ان انا هبقى اغششكم بعد ما يونس يقول لي. وهقول لك على خبر تاني بقى حلو قوي. عارفه طبعا فيلم بيبي دول؟ ليله البيبي دول. ليله البيبي دول. غادة عبد الرازق خدت في الفيلم ده 500,000 جنيه. مع انها عامله دور شرف. وده الغريب جدا طبعا. وعايز اقول لك ان معظم، احنا هنكلم غادة وهنسأل عن الحكايه دي. دي طلعت دي اشاعات بتتقال، انا مش متاكد منها، بس انا وعدك ان انا هكلم لك غادة واكد لك هل هي خدت 500,000 جنيه ولا لا، واكيد هو دور شرف، لان انا اتاكدت من مصادر. وعلى فكره كمان دور معظم دور غادة هتصوره في سوريا. عايز اقول لك بقى على حاجه. عارفه فيلم احمد السقا الجديد هيتكلف 18,000,000 جنيه؟ فيلم ديلر اسمه الديلر. تاليف الدكتور مدحت العدل. وطبعا احمد السقا اكيد هيعمل فيه طبعا حاجه جديده جدا غير فيلم الجزيره. طبعا فيلم الجزيره طبعا عمل حاجه حلوه طبعًا. بس هل هيعملوا اكشن ولا مش اكشن؟ برضه هقول لك المره الجايه، هنعرف من السقا ونعرف تفاصيل اكتر. يونس انا بشكرك جدا وما تغيبش عننا مره تانية. لا خلاص هجيلكوا على طول. بشكرك جدا ان شاء الله. باي باي.